أخبار اليوم. أنا اللواء الطبيب بيطري محمد رجاء عبد الحميد، توليت شرف رئاسة الإدارة المركزية لحدائق الحيوان اعتبارا من 5/12 2015. الحقيقة الحديقة هنا برضو يعني خطتنا ان احنا يعني الحديقة طبعا كانت عضو في المنظمة العالمية الوازة حدائق الحيوان، والحديقة خرجت من التصنيف العالمي في 2004. طبعا احنا جينا يعني الحقيقة من اهتمامات السيد معالي وزير الزراعة العودة بالحديقة الى التصنيف العالمي والعودة بها الى وضعها العالمي كتراث وك حديقة لها تاريخ، ثاني حديقة على العالم أنشأت. فطبعا الحديقة هنا بتحتوي على كم كبير جدا من الأماكن الأثرية والأماكن والأشجار والنباتات الأثرية. فالحقيقة اهتمامنا هنا بالحديقة يعني من ساعة ما توليت رئاسة الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وأنا بركز على محورين، يعني كل عملي بيشمل محورين. المحور الأول ما يخص الحيوانات أو الحياة البرية في الحديقة. طبعا الحديقة بتحتوي على أعداد كبيرة من الحيوانات ذات القيمة المالية العالية والقيمة البرية كحياة برية، في حيوانات مهددة بالانقراض على مستوى العالم، فإحنا بنهتم جدا بالحياة البرية داخل الحديقة وبنحاول على إكثار أنواع من الحيوانات وزيادة التناسل، و يبقى في عندنا زيادة في أعداد الحيوانات اللي هي مهددة بالانقراض، وده من دور أو أساسي لحدائق الحيوان. إحنا بنهتم بأن يبقى في قطعان من الحيوانات اللي هي ليها قيمة مالية كبيرة ونعمل على إكسارها عشان ما تكلفش ميزانية الدولة، زي مثلا حيوانات زي نوع اسمه أبو حراب، الإيل الأوروبي، في أنواع اسمها الجنيو، في حيوانات ثدييات كثيرة جوه الحديقة. احنا بنعاول النعام الأفريقي والنعام السوداني، الحاجات دي احنا بنحاول نعمل على أكثرها ولأنها حيوانات غالية وطيور غالية، فاحنا بنحاول ان احنا نحافظ عليها وأكثرها. برضو عندنا نقطة مضيئة جميلة جدا في الحدائق، وبدعو الناس كلها انها تيجي تشوف المتحف، متحف المحنطات الموجود في الحديقة. المتحف عندنا من الأماكن الجميلة ويعتبر متحف ما فيش زيه في الشرق الأوسط حاليا، لأن هو المتحف أغلق حوالي 18 سنة وفي محنطات لها قيمة عالية، يعني محنطات فرعونية زي مومياوات كاملة، فتحنيط فرعوني موجود وبرضو الأثار بتيجي بتراعي هذه المحنطات. فالحقيقة هذه المحنطات أهملت لفترة كبيرة وكان المتحف مغلق حوالي 18 سنة إلى أن جاءت القوات المسلحة كعهدنا بها. طبعا القوات المسلحة يعني منظومة نجاح على أرض مصر، حقيقة القوات المسلحة عملت تحفة معمارية في أسلوب العرض وأسلوب حفظ المحنطات. فالحقيقة أسلوب العرض شيق جدا ومتحف له قيمة عالية جدا، وبدعو كل الشعب المصري إن هو يجي يزور هذا المتحف ويشوف الجمال اللي عملته القوات المسلحة. في الحقيقة برضو يعني في الفترة اللي جاية دي إن شاء الله بيشغلني موضوع مهم جدا أنا بحاول أمشي فيه، اللي هو التواصل مع رجال الأعمال الوطنيين المخلصين، إن احنا نطور بقى أماكن استراحات الجمهور، أماكن الطرقات بتاعة الحديقة، الدورات المياه وزيادة أعدادها. ويعني أنا بهتم جدا بالموضوع ده وأنا بتواصل مع رجال أعمال حتى برضو إن هم يعني ييجوا يساعدونا، وفي ناس مقبلة الحقيقة كأعمال تطوعية دون يعني أي تربح من وراء هذه الأعمال، أو دون يعني هاي الناس أبدت استعداد إنها تؤدي هذه الأعمال بصفة تطوعية. نوصي الجمهور بحسن معاملة هذه الحيوانات البرية، وإن شاء الله يعني دي ملك للشعب المصري، كلنا نحافظ عليها والشعب المصري إن شاء الله يستمتع دايما بحدائق الحيوان.